un problème, mais... Entre deux mecs. من المشاكل ديال كرة السلة هذه السنوات هي كتعيشها اللي كاين هو انه المنتخب الوطني من بعد المشاكل اللي عشناها في الاسبوع اللي فات تلقات بعض الحلول باش المنتخب الوطني يمشي يلعب الاقصائيات ديال بطولة العالم. هذه الحلول هذه كانت بمثابة زعما متنفس للاعبين لانه اللاعبين كان تهمهم بزاف يلعبوا هاد الاقصائيات هذه. كنا يمكننا نلعبوها في ظروف احسن ولكن ما قدر الله فهمتيني شاء. اللي كاين هو انه تربصات اللي كنا مبرمجينها ما دارتش كامله. المنتخب الوطني غادي يمشي دخل يوم الاحد غادي يمشي يوم الثلاثاء في الليل الطائره ديال 10 ديال الليل باش ان شاء الله يكون في 4 الصباح يوم الاربعاء في مصر على اساس انه ان شاء الله نقوموا بالتدريب في المساء يوم الاربعاء وتدريب يوم الخميس باش ان شاء الله نبداو المقابلات ديالنا الاقصائيه يوم الجمعه. اللي كاين هو اول حاجه اللي مهمه هو انه المنتخب الوطني ما يعطيش اعتذار لان الاعتذار كان يكون قاسي على كره السله المغربيه. وثاني هدف عندنا هو ان شاء الله ندافعوا على الحدود ديالنا للتاهل مهما الظروف ومهما الصعاب ان شاء الله نحاولوا اننا ندافعوا على القميص الوطني باش نجيبوا التاهل ديالنا للدور الثاني ديال اقصائيات بطوله العالم. والتأثير لابد يكون هو نحاولوا نردوه ايجابي اكثر لان كتعرف بانه اللاعب المغربي ولا المواطن المغربي عنده واحد الطاقه باش انه يحول السلبي الايجابي. ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتيروا الماكسيموم من اللعابه باش هذه المشاكل اللي عشناها هذه نوظفوها في طاقه ايجابيه في المقابلات باذن الله ونحاولوا نديروا انديفي اللي ان شاء الله غنحاولوا باش لا سهل الله يكون عندي في بوغ لو باسكيت المغربي كامل. وبالنسبه لهاد اللاعبين لان هاد المجموعه هادي وهاد لا جينيراسيون ديال لاعبين كره السله اللي احتلت الرتبه الرابعه في البطوله الافريقيه واللي عندها حظوظ باش تاهل لبطوله العالم ان شاء الله غادي تحاول انها تبرز الامكانيات ديالها مهما الصعاب مهما الظروف لان بحال هاد الظروف هادي المقابلات ما كتلعبش يعني اكثر ما هو تقني ولكن كتلعب بالقلب. وان شاء الله يعطينا ربي الطاقه باش نكونوا يعني في اليوم ديالنا ونكونوا ايجابيين ان شاء الله في في في, في التفكير ديالنا باش ان شاء الله هاد المجموعه تاهل.